مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، منورين قناتي. الله يسعدكم جميعا جميعا، والله ما اعرف تعليقاتكم الحلوه ووقفتكم معاي ومساندتكم لي عن جد عن جد، يعني ما قاعده الاقيها بهالزمن من اقرب الاشخاص لي. وان شاء الله ان شاء الله يا رب اقدر اكافيكم، ربي يسعدكم. طبعا على طلبكم كثير منكم سالني على كثير اسئله تخصني، على شغلات تخص عائلتي، على شقد عندي شخوة، على عمرش بناس لليوم ما تعرف عمري شقد. فأنا قلت لحالي بما أنه ولا مرة عرفتكم على عائلتي، على أهلي يعني، وش قد عمري وش قد وقت تجوزت وألحظ وش قد عمري، راح تعرفون كل هاي الشغلات. بس أهم شيء أتمنى منكم تتابعون الفيديو من البداية للنهاية، كل سؤال دا يدور بخاطركم إن شاء الله راح أجاوبكم عليه، لأنه يعني من زمان قاعدة أجمع تعليقاتكم هاي اللي تخصني وتخص عائلتي. طبعا قبل ما نبلش بدي اياكم تحطوا لايك، وبدي اياكم ما تنتقدون شيء، هاي قصة حياتي يعني راح تكون بتفاصيلها بحلوها وبمرها بنفس الوقت. فأهم شيء تشتركون بالقناة، ربي يسعدكم، وتحطوا لايك لهذا الفيديو لحتى غيركم ناس كثيرة تشوف. طبعا بداية لازم نجهز المحارم، لانه اني صراحة ما احب احكي عن اهلي مشان ما اتذكر يعني، واني يعني كل بنت مغتربة تعرف انه بس تنجاب سيرة الام او سيرة الاب او الاخوة تنخنق يعني ما اعرف. وانا احس انه اغلب البنات مثل حكايتي، وقت تحكي لها عن شلون اهلك شخبار ومتبلش تحكي تحسونه تنخنق يعني، بما انه غربة وتعرفون الانسان بالغربة هين ماله غير نفسه بس، اما البقية كلهم اصدقاء بس، شقد ما كان ما يقدرون يوصلون لمكانة الاهل اللي هم الام والاب والاخت والاخ. طبعا يا غوالي امي وابوي الحمد لله رب العالمين اثنين عايشين، وانا كبيرتهم يعني، هم مو مكبار بالعمر، ابوي دوب 50 وامي اتوقع يا لحقت الخمسين يا ما لحقت، لانه ما اعرف ايش قد اعمارهم بالضبط يعني، بس انه اعرفهم لساهم صغار. بس الهم شوي غيرهم شوي تعبهم. اخوه عندي احنا 4 خوات واربع اخوه، يعني 4 بنات واربع شباب طبعا معايا، يعني انا الكبيره كل شيء. ثاني راح ارجع لكم من طفولتي. طبعا انا عمري 10 سنين لبست الحجاب، انا كنت بنيه صغيره وشي، فجدي قال لابوي خلص يعني راف شوي شوي شعرها طول وهيش بلشت بين مفاتنها خلص لازم تتحجب. هنا انا تحجبت من عمري 10 سنين. طبعا انا تعرفون كبيرة البيت تظل على طول يكبرونها بسرعة، اذا الاهل ولا القرايب ولا يعني، هي تشيل المسؤولية بكير. فتحجبت ظليت درست بالمدرسة للصف السادس. الصف السادس كانت امي مخلفة واحدة من خواتي، هنا قالوا ما عاد تقدرين تكملين، امي قالت لي لازم انت تساعديني وخلص. يعني هي الدراسة عندنا مو شيء انه ندرس لنوصل بكالوريا او انه نتخرج او شيء، لا احنا عندنا الدراسة بس لحتى نتعلم نقرا ونكتب كيعني قناعة الاهل هيك. فلما بطلت من المدرسة، طبعا انا يعني ما كنت شاطرة هالقد، اقولكم ما كنت شاطرة، وقت والله طلعت من المدرسة يعني يا دوب اعرف اكتب اسمي واعرف اقرا لي شوي. بطلت من المدرسة وكان يعني شيء مفرح بالنسبة لي، لان انا ما كنت احب المدرسة زيادة صراحة. بس وقت كنت اشوف صديقاتي، طبعا بيتنا صاير على طريق المدرسة، وقت كنت اشوفني يرجعن ويروحن على المدرسة وشي ينحمس قلبي، وبنفس الوقت كان بي كم وحدة يتمسخرن علي انه ليش تركت وانه ليش تحجبتي بكير ولبسوني اهلي طويل، فكانن يتمسخرن على هذا الشيء. فقلت لحالي يلا خلاص اصلا انا ارتحت من المدرسة. فبلشت اشتغل شغل البيت، بلشت اتعلم، بلشت امي يعني تركز معاي بكل امور البيت. شوي شوي صار عمري هين 15 سنة، 15 سنة يجوز، ايه 15-14 سنة، بلشت يعني تجينا خطابة على البيت وشي، جانا عمر الله يرضى عليه ويوفقه يا رب. وقت جاء عمر خلاص يعني بعض ناس قالت لأهلي انه راف لسه صغيرة وشي 16 سنة ما يصير، بس أهلي لما شافهم عمر إنسان كويس وبنفس الوقت يعني في مواصفات حلوة وهو صغير وما بغير هو ببيت أهله، قالوا أهلي خلاص احنا وافقنا. سألوني طبعا قلت لهم اللي تشوفونه مناسب سووه. فأني تجوزت عمري 15 سنة، ركزوا لأنه هذا السؤال كثير كثير سألته. جوزت عمري 15 سنة، كنت جوز داخلتها جديد أو هيك شيء، لأنه أنا ما أتذكر، بس على حساباتي إنه كان عمري 15.
فحاليا من وقت ما تجوزت لهذا اليوم عمري 23 سنة. الشهر الأول دخلت بال23، يعني أنا حازلية 3 أشهر داخلة بالسنة 23، وإن شاء الله يا ربي العمر كله. طبعا يا غوالي تسألوني أنت ليش ما تحكين عن أهلك؟ لا بالعكس، أنا حس حالي أكثر الإنسان أكثر وحدة على اليوتيوب اللي تحكي عن أهلها وتقول هيك كنت وهيك كنت وهيك كنت. بس صراحة ما أحب، لأنه يعني مو كنت أنا كبيرة البيت، كنت أحس حالي يعني اللي كنت لما البيت. وقت أنا طلعت تجوزت وهيك شوي شوي البيت بلش يفرط. يعني أخوتي بعد ما تجوزت بكم شهر، واحد منهم سافر طلع راح على الأردن، والثاني سافر راح على لبنان، وأختي الثانية تجوزت. يعني أنا قبل ما أطلع بيوم وقت تجوزت حسيت حالي شلون، حسيت إنه أنا خلاص طلعت. لما ضحكت على بيت أهلي شلون دا أقولكم، كنت أقعد بالمكان أصفن بيه وحس حالي دا عدا صوره. يعني شلون الحزن، متأكدة كل بنت قبل ما تتجوز صار فيها نفس الشعور. ما أعرف، أنا حسيت حالي كنت متعلقة بهالي زيادة عن اللزوم. وقت أقعد مقابل حوش بيتنا أصفن بيه رسمت الصورة لليوم، أرجع للمواقف هاي وأتذكر شلون كنا قبل، وأتذكر وقت كنت أرجع على هالي كل فترة أرجع عليهم. يعني ظلت طبعا أني سنة بسوريا بعد ما تجوزت، بعدين جيت هنا على تركيا، فكل فترة أروح لعندهم زيارة أحس بشي متغير، مغيرين البيت، حدا من العيلة رايح مسافر، حدا متجوز. شوي شوي بلشت يعني تصير تفرقة، وبلشت الغربة تاخذنا. ما أحكي لكم، يعني الحمد لله على كل حال. بس الحاز احنا 3 بعيدين عن أمي، وإن شاء الله يا رب المهم إننا طيبين ونسمع صوتها وهي تسمع صوتنا، والحمد لله رب العالمين. مو احنا مثل هالناس اللي تفرقت، يعني مو تفرقت يا ربي، خذاهم الموت مثلا، بناس ماتت لها ناس كثيرة بالحرب وشي. لا احنا الحمد لله سافرنا، طلعنا لحتى نحسن حياتنا، نحسن معيشتنا. وهي امي تفرح لنا، بس تعرفون يعني قلبها لم لما تتذكر ولدها وتشتاق هيك وقت نحكي معها، ما احسها غصة الا ما يكون قد ما كنت انا هي مبسوطة بتركيا، الا ما يكون بغصة بقلب الام او حتى الاخ. يعني تعرفون انتم لا يقدر يطبخ لحاله مثل ما الام تطبخ له، ما بي مرتي يعتمد عليها، لان اخوتي لسه عم صغار يعني بالغربة، ما انه كبرة مساعدهم عيايل ومتجوزين وشي، لا لسعهم عزابية اثنيناتهم. والله يا غوالي، طبعا والله يا غوالي هو موضوع حساس، واني ما احب احكي بيه، لانه احس حالي انخن. قال حزلة وانا احكي معاكم، واني متأكدة اجز لحطم علي، احس حالي انخنقت يعني من جوا، احس بشيش شلون القلب لما حدا يعصره. لما اتذكر امي وابوي، والحمد لله يعني اقل شيء انه اسمع صوتهم بالواتساب وهيك كل فتره للثانيه، انه عايشين وبخير وشي. بس الغربه ليها حقها، يعني الحاز احنا صحيح عايشين مبسوطين ومرتاحين، بس لما تتذكر امك وابوك او اخوك او اختك وتشتاق لهم، حس هذا دا يروح كله من عمرنا، كله دا يروح غصات من حياتنا. وما اعرف جوز حكيت كثير عن حالي، حكيت لكم كثير عن اهلي، بس في شغلة هاي اتمنى من كل شخص دا يشوفني حاليا يدعي لي بيها دعوة من خالص قلبكم انتم كمشاهدين وكتحبوني. طبعا انا واحد من اخوتي اللي مسافرين بلبنان صارت معاه مشكلة بسبب الاوراق، هم تعرفون اللي يروح على لبنان يروح يعني عن طريق غير قانوني، يفوتون عن طريق غير قانوني على لبنان. فهناك البوليس مسكوا أكثر من مرة، مسكوا يعني شي 5 مرات. فالمرة السادسة ما طلع، ما عرف سبب الكورونا حبسوه وهيج، فصار له حاليا سنة كاملة بالسجن وهيج. هو صراحة يعني ما كان بده هالروحة، بس ظروف صارت وهيج وانجبر على الروحة. فبعد ما راح وهو رايح على شغله ويرجع يمسكونه بسبب الاوراق هذن، لانه دخل غير قانوني. وقالوا له اكثر من مره، نبهوا له انت يعني مثلا اخر مره لازم ترجع مثلا على بلادك. فمرتين ثلاث رابعه خمسه خالص المره الاخيره مسكوه حطوه بالسجن، وصارت احداث الكورونا. الكورونا ما ظل لا محاكمه ولا قضاء ولا شيء،
بسبب هالشي. فبدي منكم دعوة هيك انه الله يفرج يفك أسره، وان شاء الله يا ربي يطلع. والله يعني قاعد اقول حتى من طلع خلاص انا راح اجيبه لي عندي، وبلا لبنان كلها على بعض. انتم تعرفون اوضاع لبنان ايش قد صارت صعبة ومتعبة. فمن خلال هذا الفيديو اتمنى منكم كلكم دعوة خالصة لاخوي، تقولوا من الله يفك أسره، وان شاء الله يا ربي يفرح قلب امي بطلعته. والله هي شغلة فاضية، يعني هذا الشيء اللي يحمس قلب الواحد، انه على اوراق سنة كاملة بسبب هالكورونا. هي الكورونا صحيح خربت الدنيا، بس انه موت انها حياة سنة من حياة الانسان، ولسه على المشكلة ما بأمل يعني. طبعا حبايبي القلب عارف حالي طولت عليكم كثير بهذا الفيديو، حكيت لكم انه انا عندي 3 خوات واربع اخوات. طبعا اختي الكبيرة الاصغر مني متجوزة، وخوات 2 الباقيات صغار بالبيت، واخين ظلن بالبيت زاد، واثنين مسافرين. قبست الدنيا عارف حالي، بس والله العبرة الانسان لما يحكي عن حدا غالي على قلبه تمسكوا غصة. انتم تعرفون الحزاي كل البنات، انا عرفت ان متابعتني اكيد كل شن متغربات، وان شاء الله يا رب من خلال هذا الفيديو كل شن تنجمعن بامك وابوك وتشوفينهم وتملين عيونك من شوفتهم. طبعا انا لي ما اقولكم انا لي هنا بتركيا 6 سنين تقريبا، بس انا من شي 3 سنين رحت شفتهم مليت عيوني من شوفتهم. بس اخويا اللي مسافر بلبنان هذا صار لي تقريبا 9 سنين مو شايفته، 9 سنين لا 8 يا ربي 8 سنين. واخويا ثاني لا من 3 سنين، لانه انا ودعته وقت رحت زيارة على اهلي. فان شاء الله يا رب كل انسان مشتاق له حدا او فاقد حدا، حتى لو يعني متوفي، تشوف ان شاء الله بالحلم ويطمنك عن حاله وتطمنه عن حالك. والله هي الدنيا ما تسوى شي صراحة، ما تسوى ان نضحك على بعض ولا نغش بعض ولا نحكي على بعض ولا حتى يعني نأذي بعض بشغلة بسيطة. الحس كل انسان داير على شغله وعلى بيته وعلى رزقه، وان شاء الله يا رب يرزقكم جميعا حبايب قلبي. واتمنى ما طولت عليكم الفيديو، اهم شيء اذا شفتوا لي هاي اللحظة ان شاء الله تشتركون بالقناة وتحطوا لايك لهذا الفيديو. والله يعني ان شاء الله ما اكون يعني كئيبة على قلوبكم، لانه صراحة هو الموضوع هذا شوي حساس عند كل بنت مو بس عندي والله. فلي هنا نقولكم مع السلامة، نشوفكم على خير.